السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السابع. Open your books on page number 14. نفتح مع بعض يمس كتابنا على صفحة 14 لحتى نحل exercises عن ال present continuous والsimple present. تعالوا مع بعض نشوف التمرين الأول. Read the dialogue. Put the verbs in brackets into the present simple or present continuous. Some verbs might stay the same. يعني حط الفعل الصح بناء على ظرف الجملة. بدك تستخدم الفعل إما على الزمن المضارع البسيط أو المستمر، وممكن بعض الأفعال تضلها زي ما هي إذا كانت على المضارع البسيط وكان الفاعل جمع. حلينا كثير تمارين يا مس، راح نمشي بشكل سريع. عادل، what فراغ you watch؟ Oh, it's a documentary about medical herbs. يعني قاعد بتطلع برنامج عن الأعشاب اللي بتستخدم كدواء، الأعشاب الطبية. طيب، الإشي هذا اللي أنا بقوم فيه متى؟ الإشي بقوم فيه الآن، معناتها مضارع مستمر. بما إنها مضارع مستمر، أنا فهمت من المعنى إنه مضارع مستمر لأنه الشيء الآن يحدث، معناتها is أو am أو are، وفعل مضاف له ing. طيب what you watch، معطيني السبجكت يو وعندي سؤال. بما إنه سؤال إذا رح أبدأ بالآر أو الآم أو الإذ، وراها السبجكت وفعل ing. عندي السبجكت يو، واليو شو بتاخذ؟ آر. بما إنها بعد دبليو اتش كويشن إذا رح تكون سمول لتر. What are you؟ والفعل شو رح يحط له؟ ing. Watch رح تصير watching. What are you watching؟ شو قاعدة بتشوفي؟ It's a documentary about medical herbs، عن الأعشاب الطبية. عادل، فراغ there be any medical herbs in Jordan؟ بدي أسأل هل في أي أعشاب طبية في الأردن؟ طيب there be يعني is أو am أو are. is أو am أو are. طيب مين بحدد لي؟ بحدد السبجكت. أنا بحكي عن الهيربس، الأعشاب. الأعشاب جمع ولا مفرد؟ جمع. إذا شو رح تاخذ؟ رح تاخذ are. نبدأ بالإيه كابيتال لتر لأنه بسؤال. are there، are there any medical herbs in Jordan؟ عرفتوا ليش اخترنا ار؟ لانه حكى لي الفعل بي، حكينا بي مع المضارع اما از او ام او ار. مين اللي حدد لي ار؟ السبجكت. انا بحكي عن ميديكال هيربس، اعشاب جمع. بما انها جمع اذا راح اسال بسؤال بار. ار ذير اني ميديكال هيربس ان جوردن؟ اوف كورس، بالطبع. ذير ار. I try to get information about them to see if they are nearby. يعني أنا رح أحاول إني أنا أبحث لو إنه في عندنا أعشاب قريبة منا، بالقرب منا. طيب الإشي هذا اللي بدي أقوم فيه متى؟ الآن. بما إنه الآن مضارع مستمر، is أو am أو are وverb ing. عندي الفاعل I والI بتاخذ am I am، والفعل try مضاف له ing. I am trying، رح أحاول إني أنا أحصل على المعلومات إنه لو في حوالينا أعشاب قريبة منا. Watch this interview with Dr. Sabah. تعال شوف. Watch يعني شاهد. Interview يعني مقابلة اللي عاملينها مع الدكتورة صباح. She is a scientist. هي عالمة. طيب. One of the most common medical herbs that we have in Jordan is sage. Sage معناها الميرمية. وهي حاطط لك تعريفها بين قوسين باللغة العامية الميرمية. It is used as a herb in cooking. تستخدم كأعشاب في الطبيخ. And have a unique flavor. Flavor يعني نكهة، نكهة جميلة. طيب عندي استخدام الأعشاب.
أعشاب استخدامها ماله، بس اليوم هاي العشبة ولا إشي مستمر كل يوم؟ إشي مستمر كل يوم، مع بيتكرر، معناتها مضارع بصير، بما إنه إشي بيتكرر مضارع بصير. طيب مضارع بصير يعني أس أو إس أو فعل مجرد. طيب أنا عن مين بحكي؟ قاعدين بنحكي في السنتنس عن السيد مرمية ومفرد. طيب المفرد الفعل هاف، هاف شو المفرد منه؟ هاز، يعني هي تمتلك نكهة جميلة أو مذاق جميل، واضح؟ فريد من نوعه، يونيك معناتها فريد من نوعه، يعني نكهة فريدة من نوعها، طعمها جميل. It has important health benefits، يعني إلها فوائد جدا مهمة للصحة. And can make you feel strong، بتخليه قوي. طيب make you feel strong رح تخلينا نشعر بالقوة، بس اليوم ولا إشي بيتكرر؟ إشي بيتكرر، معناتها مضارع بسيط. طيب بطلع على السبجكت، السبجكت يو مفرد ولا جمع؟ اليو من البلورال، إذا الفعل وراها مجرد. feel make you feel strong too. Sage can be used to treat kindly and hurt problems، يعني بتعالجنا بلطف والأمراض ومشاكل القلب. Ahead you almost currently will have tried team زعتر، كمان هي مشابهة للزعتر. is also used as a medicine، كمان هو يستخدم كدواء. It's good for keeping the mind alert، يعني بتجعل مخك مستيقظ مفتح، واضح؟ It wouldn't hurt to eat some of this before an exam، يعني ما رح تؤذيك لو انك اكلت هاي الاشياء قبل الامتحان، رح تخلي مخك مصحصح. What we wait for, let's go and check. طيب إشي الآن يعني إنه إحنا شو بنستنى قاعدين؟ بما إنه مستمر مضارع مستمر something happening now، إذا is أو am أو are verb ing. عندي الوي، الوي شو رح تاخذ؟ الوي رح تاخذ are، بما إنه سؤال رح أبدأ فيها are، بعدين أحط السبجكت والفعل wait ينتظر، بنحط له ing. What are we waiting for؟ يعني شو احنا بعد قاعدين بنستنى؟ Let's go and check، تعالوا نذهب ونشوف. واضح يا مس؟ فهمنا كيف حلينا السنتنس؟ حتى لو ما اعطاني ادفير، انا من فهمي للجمله بعرف اني احدد الجمله هل هي مضارع مستمر شيء بس هسه يحدث ولا مضارع بسيط شيء بيتكرر. ننتقل مع بعض لإكسرسايز نمبر 7. Look at the picture of Yusuf. There is a picture here for Yusuf. في عندي صورة ليوسف. لو لاحظ إنه هو قاعد بصيد السمك. He is fishing. قاعد بيصطاد. Write down that usually happens and what is happening today based on the table below. معطيني جدول، خلال هذا الجدول في أشياء usually يعني إشي بيكررها يوسف، وفي أشياء today يعني بس اليوم عملها، يعني إشي بيتكرر دائما بيعمله ولكن اليوم عمل شيء آخر، ماشي؟ إذا رح نلاحظ إنه عندي table لا اليوجوالي معناتها وجود يوجوالي، بعرف ان الزمن سيمبل بريزنت، راح احط اس او اي اس للفعل، للفعل لانه الفاعل يوسف شخص واحد مفرد. توداي يعني بريزنت كونتينيوس، يعني از زائد فعل مضاف له اي ان جي لاني بتحدث عن يوسف مفرد. تعالوا لنمبر 1، معطيني الفعل والكومبلمنت. بلاي وباسكت بول، بلاي وباسكت بول، بدي احكي انه يوسف عادة بيلعب الباسكت بول، ماشي؟ السبجكت اذا اللي انا رح اتحدث عنه مين هو؟ يوسف، اذا هاي اول شيء انا رح اعمله اني انا رح اكتب عن يوسف. ماله يوسف؟ بدي الادفيرب والفريكونسي، وين موقعه؟ قبل الفعل، اذا يوسف يوجوالي، يوسف يوجوالي. طيب يوجوالي شو الفعل؟ بلاي. يوسف يوجوالي بلاي، بدي كومبلمنت، شو هو اللي بيلعبه؟ معطيني اياها بالجمله، باسكت بول.
الجبال. ممكن يمس اجيب لك زي هيك في الامتحان، اجيب لك كلمتين واحكي لك من هاي الكلمات كون لي جمله، مره على السيمبل بريزنت ومره على المضارع المستمر، واضح؟ اذا الفاعل عندي معروف، انا بتحدث عن يوسف، اليوجو اللي هو اعطاني اياها، الفعل لازم وراها عفوا، الفعل بتطلع على مين انا؟ على الفاعل، الفاعل يوسف مفرد، اذا الفعل يا سابع شو لازم يكون مضاف له؟ اس او اي اس، انتهى بالواي، اذا راح احط له بس اس، يوسف يوجوالي بلايز باسكت بول، واضح؟ طيب، نيجي ننتقل لجنبها توداي، اليوم عمل شيء اخر، شو حط لي كلمة؟ حط لي فيش، معناتها اليوم هو عنده صيد السمك، إذا شو رح نحكي؟ اللي هو حكى لي استخدم توداي، توداي يعني اليوم، رح أبدأ فيها الجملة توداي كوما، عن مين بدي أحكي؟ يوسف عفوا يوسف، طيب مالو يوسف؟ هي يوسف شو بياخذ؟ is today يوسف is، او ممكن استغني عن يوسف واحط ضمير بدل عليه اللي هو he، today he is الفعل ماله fish معناها يصطاد، وبنضيف له ing لانه اشي مستمر بنحكي فيه عن اليوم، today he is fishing. طيب ننتقل لنمبر 2، فهمت يا مس كيف حلينا؟ ننتقل للثاني، اعطيني الفعل رايد بايك تو ذا ريفر، رايد بايك تو ذا ريفر، بنزل السبجكت يوسف. طيب الادفيرب يوجوالي قبل الفعل، يوسف يوجوالي، شو الفعل اللي اعطاني اياه؟ رايد، بنزل الفعل. انتهى بايش؟ انتهى بالاي، الاي ليست من الحروف الستة، إذا بس رح أحط لها اس، يوسف يوجوالي رايت، طيب شو بيقود؟ شو عطاني؟ بايك تو ذا ريفر، إذا أ بايك، أ ارتكل للمفرد، أ بايك تو ذا ريفر، بيقود للنهر، واضح؟ طيب توداي اليوم شو عمل؟ ووك تو اند فروم ذا ريفر، يعني مشي لحد ما وصل للنهر، من مشي للنهر ورجع. طيب اذا توداي بدي احكي عن اليوم، توداي هي، واللي شو بتاخذ؟ از، بالفعل الفعل ووك شو لازم نضيف له مضارع مستمر؟ اي ان جي، توداي هي از ووكينج لوين راح؟ تو اند فروم ذا ريفر، وبنهي الجمله بالفول ستوب. فاهمين معايا مس كيف بنعمل بالجمل؟ طيب ذا لاست وان، رين ان وينتر، بتشتي في الشتاء يوجوالي. طيب بدي احكي انه عادة بتشتي في الشتاء، يوجوالي يوجوالي، طيب بتشتي الشتاء، إذا شو الضمير الذي يعود على الشتاء؟ إت، لأني بحكي عن غير عاقل، يوجوالي إت وراها الفعل رين، بما إنه الفاعل مفرد إذا الفعل مضاف له إس، يوجوالي إت رينز، متى بتمطر؟ إن وينتر. طيب sun shine يعني شروق الشمس، اليوم الشمس مالها مشرقة ما في شتاء، إذا today today ما اليوم today، بدي أحكي عن الشمس subject the sun، طيب مالها الشمس مفرد بتاخذ is، والفعل shine يشرق انتهت بالاي، بنحذف الاي وبنضيف لها ing معناتها ولكن اليوم today the sun is shining. فهمنا يا مس؟ فهمنا كيف حلينا الجمل؟ لما بدي احكي عن اشي شيء بيتكرر معناتها مضارع بسيط يعني اس او اي اس،
حطينا الأسل إنه الفعل الفاعل عفوا كان مفرد يوسف، والفعل اللي انتهى عندي كان الكليات ما انتهوا بأحد الحروف الستة، لذلك حطينا للأفعال أس والفعل وكملنا الجملة. لكن لما حكيت عن الأشياء اللي اليوم قام فيها يوسف معناتها بما إنه اليوم إشي الآن إز أو آم أو آر وفيرب آي إن جي، يوسف مفرد، المفرد بياخد إز والفعل يضاف لإله آي إن جي. بهيك بيكون أنهينا حصة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيك يا ثامن بنكون أنهينا إن شاء الله حصة اليوم. ماشي يا مس؟ يعطيكم ألف عافية يا ثامن.